الماء والمعلومات والتفاؤل، ولكن إذا جمعنا جميع المعلومات المسربة من جميع الأوساط الإسرائيلية في القنوات المختلفة، فمن الاتجاه هو من تفاؤل إلى تشاؤم، ولذلك يجب أخذ كل معلومة بالحذر والحيطة وتقييمها حسب النتائج الفعلية. لا شك أن القمة الحالية هي قمة في الدوحة، هي قمة هامة، يجب أن تخرج بنتيجة ما، يجب أن تتغلب على المواضيع المتباينة عليها أو وضع الآليات لرأب الصدى على المواقف التي لا تزال متباينة، وسنحللها وسنعددها في سياق هذا البرنامج في هذا الحوار، ولكن يجب أن تخرج هذه القمة بضوء إيجابي، ولذلك كل جهة تحاول أن تروج لما تريده من ترويج، طيب ولذلك يجب اتخاذ موقف الحذر مما يسرب إعلاميا من جميع الأطراف، من جميع الوسطاء، مهما يكن نوعهم وميولهم وأيضا أهدافهم نعم. العلنية. طيب دكتور أيمن، فعليا يعني ماذا يعني موضوع المبادئ؟ نحن أمام صفقة واضحة موضوعة على الطاولة، لا تتحدث فقط عن مبادئ، وأيضا ماذا يعني كل هذا الزخم في هذه الاجتماعات؟ الوجود المصري الرفيع، الوجود الإسرائيلي الرفيع، الوجود الأمريكي بطبيعة الحال إلى جانب الأطراف الأخرى. بعد التحية أختي الكريمة، ما تحدثه طبعا نتنياهو اليوم لماك غورك المبعوث الأمريكي واضح بأن هناك خطوط حمراء، أهم هذه الخطوط هو عدم وقف هذه الحرب. إذا نتنياهو يرسل رسائل إحباط. أنا لا أعتقد أنه سيتم اتفاق قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن في 24 من الشهر الجاري، وبالتالي ما تم في القاهرة خلال 24 ساعة الماضية من اللقاء واللي شارك به في طبعا رئيس الشباك رونين بار، كان يتحدث عن محور فيلادلفيا، معبر رفح، آلية تشغيله، كيفية إعادة طبعا ترتيبات أمنية في محور صلاح الدين. والموقف المصري واضح وحاد في هذا الأمر، لن نسمح بتشغيل معبر رفح إلا بوجود الفلسطينيين في الجانب الآخر. وموضوع معبر مع حدود المصرية الفلسطينية أو محور صلاح الدين لم يتم خلاله تهريب السلاح كما يدعي الاحتلال، ووافق المصريين حتى على موضوع أن يشاركوا الأمريكان في تأمين هذه الحدود. الإسرائيليين للأسف لم يستفيدوا من الماضي، هم صنعوا سمارت بورد على حدود قطاع غزة. هل منع السمارت بورد الذي كلفهم مليارات الشواكل من أن يكسر هذا السمارت بورد إرادة فلسطينية قررت تنفيذ عملية يوم 7 أكتوبر؟ لذلك عليهم أن يفكروا كيف ينشئ السلام في المنطقة، وليس كيف ينشئ احتياطات أمنية بشكل أو بآخر. هذا ملف نوقش خلال الاجتماعات في الدوحة، نوقشت طبعا مفاتيح الصفقة كما أشرت، الأمور واضحة. كان هناك إطار باريس، ثم بعد إطار باريس أصبحت الخطة الأمريكية أو خطة بايدن، ثم أصبح قرار 27-35 هو الأساس. نتنياهو ما يخرج من مكتبه وما يخرج في لقاءات علنية وليس سرية، هو لا يريد أن تضع هذه الحرب أوزارها، هو يريد أن ينفذ شق واحد منها وأن يأخذ أسرى وأن يعيد أن يستمر في الحرب. اليوم يمكن تحدث جون كيربي بشكل واضح أن الأمور ليست مدعاة للتفاؤل المطلق، وهي لا زال بها ملفات كثير صعبة. يمكن نحن نقول أن المفاتيح واضحة، مفاتيح الصفقة المرحلة الأولى واضحة وأصبحت من كثرة ما نوخشت واضحة جدا، ولكن هناك تهرب من نتنياهو ومماطلة في تنفيذها. يعني لو تحدثنا عن المرحلة الأولى بشكلها الكامل، يتحدث عن مرحلة مدتها 42 يوم، يتم خلالها بعد 16 يوم فتح ملف المفاوضات إلى مفاتيح المرحلة الثانية هي الصعبة، ولكن يجب أن يكون هناك تعهد بعدم العودة إلى الحرب. نعرف أن في المفهوم الاستراتيجي العسكري أن الهدن تبرد الحروب، وبالتالي يعتقد نتنياهو أن 42 يوم قد تمدد بعد ذلك، قد تبرد الحرب وتجعل أيضا الجيش الاحتلال نفسه غير جاهز للعودة إلى الحرب مرة أخرى في غزة. سيدة شلومو، كيف يمكن تفسير اليوم أنه بوقت أنه رئيس الشباك وأيضا رئيس الموساد إلى جانب كذلك المسؤول عن مفاوضات الأسرى موجودين بالدوحة للتفاوض حول فعليا صفقة تؤدي إلى نتائج إيجابية يعني في هذه الحرب، تأتي تصريحات نتنياهو
ليضع خطوط حمراء جديدة وليضع ضغوط على المسؤولين الإسرائيليين قبل المسؤولين الآخرين الموجودين. هذا كيف يمكن فعلا شرحه؟ إسرائيل تولي أهمية كبرى لاجتماع دوحة وخاصة لتشكيل الوفد باشتراك الشخصيات الثلاث الرئيسة التي تدير المفاوضات بالإنابة عن إسرائيل، ولذلك هذا الاشتراك يدل على الأهمية التي توليها. ولكن مع ذلك هناك تحفظات إسرائيلية، هناك خطوط حمراء، هناك تعليمات صدرت عن نتنياهو لأعضاء الوفد الذي بموجبها يجب أن يتقيدوا أو يتحركوا في إطار هذه التعليمات لإنجاز المهام. مثلا موضوع وقف النار المستدام، الضيف من القاهرة مع كل الاحترام قال بأنها أمر سهل، ولكن هذا ليس سهل. أي بعد 42 يوما يجب الانتقال إلى المواضيع الهامة المتعلقة بالموضوع بالمرحلة الثانية، أي مرحلة إعادة المخطوفين من الرجال والمجندين الإسرائيليين. ولذلك هذا ليس لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار مستدام كما تطلب حماس، لأن ممكن أن بواسطة وقف النار المستدام أن تدور هذه المفاوضات إلى باب دون نهاية، وهذا غير معقول وغير مقبول. ولا يمكن تبسيط الأمور بأنها هي بمجرد رغبة وموافقة، زد على ذلك بأن هناك المفاتيح. ما هو المفتاح لمقابل إعادة المخطوف الحي الذي على قيد الحياة وليس جثة؟ هذا هو موضوع مثلا غير متفق عليه ويجب مناقشته بكل أبعاده. موضوع محور فيلادلفيا الذي قال مع كل الاحترام الضيف من القاهرة بأنه لا داعي لإقامة الحواجز وطمأنة إسرائيل. لا، إسرائيل تريد الطمأنة، لأنه بالرغم من 15 سنة من الوجود. لا لم أقل ذلك يا سيد شلوم، أنا لم أقل ذلك، ولكن كيف وصلت هذه هناك 25 نفقا تم العثور عليها، معظمها تربط أنفاق قديمة، ولكن معظمها تم استسدها من الجانب المصري، ولكن هناك أنفاق لا تزال قائمة ومفتوحة بين الجانبين. لذلك ما تم في القاهرة يعني مع كل الإحترام تم، ولكن هذا هو عامل فني مساعد، ولكن ليس العامل الموضوع الرئيس الذي تدور حوله المفاوضات وهو سيد شلومو. طيب خلينا نسمع رد دكتور أيمن، تفضل دكتور، لك حق الرد. يعني أولا هو السيد شلومو تحدث أن أنا قلت أنه لا داعي للوجود طبعا حواجز، هو وضع حواجز قبل ذلك، سمارت بورت على غزة، مجسات تحت الأرض وفوق الأرض، هل منعت إرادة فلسطينية من تجاوز ذلك وكلفهم مليارات؟ لذلك أنا قلت أن حتى إنشاء الحواجز في بين مصر وفلسطين هذا لا يمنع بشكل أو بآخر إرادة فلسطينية في أن تفعل شيء. لذلك البحث عن سلام هو أفضل من أن توضع المليارات في إنشاء سجن جديد على قطاع غزة الذي أنشأ قبل ذلك وكسر الفلسطينيين. لكن بغض النظر عن كل ذلك، أنا قلت هذه من ضمن الملفات التي نوقشت في القاهرة مع رئيس الشين بيت، وهذا صحيح الأمر، وتحدث الأمريكان حتى الذين شاركوا في ذلك أنهم جاهزون لأن يصنعوا مجسات وسمارت بورد جديد على الحدود المصرية الفلسطينية. ولكن أنا بقول أن كل ذلك يذهب هباء إن لم يكن هناك مشروع سياسي. بغض النظر عن كل ذلك، اليوم ونحن نتحدث عن مفاتيح الصفقة في المرحلة الأولى، مفاتيح حددها الأمريكان، الرجل الطفل والمرأة مقابلهم 30 أسير فلسطيني، الرجل فوق 50 عاما مقابله 40، المجند مقابله 50، مفاتيح الأسرى واضح. ولكن كان حتى الآن من ضمن الملفات أن
المقاومة ستحدد نصفهم ثم سيكون إطلاق سراحهم بناء على الأقدمية، لأن الاحتلال يوميا يعتقل من الضفة الغربية. إذا رئيس الشن بيت قال لدينا 21 ألف معتقل فلسطيني وأن طاقتهم الاستيعابية لسجون الاحتلال فقط 14500، وما لدى السلطة من بيانات أو هيئة الأسرة تتحدث عن أقل من 14 ألف أسير فلسطيني. إذا لدينا هناك 7000 أسير فلسطيني لا نعلم أين يتم اعتقالهم. قد يكون هناك عشرات من المعتقلات مثل طبعا سدي تيمان الذي اكتشف مصادفة في النقب. وبالتالي أنا أعتقد المفاتيح واضحة، الاستمرار في الحرب هو المشكلة. لذلك من حق المقاومة، من حق حتى المفاوضين أن يتحدثوا عن وقف الحرب. نحن لا نريد أن تذهب الحرب إلى وقت غير معلوم. في النهاية الوقت من دم، ليس فقط في غزة، أيضا في دولة الاحتلال الوقت من دم. إذا كان الدماء الفلسطينية غالية فمن حقنا أن نقول أننا نريد أن نوقف هذه الحرب بشكل أو بآخر. ما رأينا أختي الكريمة، أنتم بثيتم جزء منه ما حدث في مدرسة العودة شرق خانيونس في منطقة عبسان الكبيرة. هذه جريمة مسجلة بالصوت والصورة. كانت مصادفة أن أحد المصورين كان يصور مباراة كرة قدم ثم قصفت الأطفال والنساء أثناء هذه المباراة، وكانت مصادفة ذلك. ثم يقول الاحتلال نحن سنشكل لجنة التحقيق في ذلك. أيضا عندما يتحدث الناطق باسم جيش الاحتلال طبعا هجاري بشكل واضح أن بنك الأهداف انتهى. إذا لماذا تستهدفون الآن المدارس؟ هل بنك الأهداف الذي قتلتم به أكثر من 17 ألف طفل انتهى والآن تبحثون عن بنوك أهداف أخرى في أطفال أخرى وآخرين ونساء آخرين؟ نعم. لذلك أنا أعتقد هذه الجولة يجب أن تفضي إلى وقف هذه الحرب بشكل أو بآخر. سيد شلومو، من ناحية نتنياهو هو لديه استحقاقات قادمة، الخطاب أمام الكونغرس بأمريكا أكيد بال25، وكذلك أيضا هناك عطلة الكنيست القادمة التي ربما تعطي حرية أكثر بأي من القرارات. ففعليا هل يعني نتنياهو لمصلحته الآن الوصول إلى توافقات بالدوحة أو هو يحاول شراء الوقت؟ أعتقد أن القرار نعم هو بأيدي نتنياهو، ولا أحد يعرف كيف هو سيتصرف. وربما ما نشهده من وضع خطوط حمراء أو تصريحات تصدر عن بالإنابة عنه أو عن مكتبه، هذه ربما لعرقلة المفاوضات. ولكن مع ذلك هناك يجب أن نعرف بأن هناك تحديدات أو أهداف لهذه الحرب وضعت، وهناك إجماع وطني إسرائيلي حول أهداف هذه الحرب، وطالما لم تتحقق فلذلك لا يمكن وقف هذه الحرب بأي ثمن. المطلب الأول هو إعادة الإفراج عن جميع المخطوفين 120 سواء على قيد الحياة أو من عداد الموتى. ولذلك كل يوم يمر يعرض وضع حياة أولئك المخطوفين الذين على قيد الحياة إلى الخطر. ومن هنا الإسراع، ومن هنا الاحتجاجات والمسيرات الجارية في إسرائيل للضغط على الحكومة وعلى نتنياهو شخصيا لتسريع المفاوضات. ولكن من جهة ثانية لا يمكن في هذه الحرب بدون أو الخنوع للإملاءات، لإملاءات حماس أو إملاءات الوسطاء، في حين أن إسرائيل لم تحقق بعد الأهداف من جراء هذه الصفقة، الأهداف التي حددتها في بداية هذه الحرب يعني التي نعم. فرض عليها نعم. في 7 أكتوبر. دكتور أيمن، يعني من الآن أصلا يملي على إسرائيل؟ هذا سؤال أول. وثاني كذلك موضوع اليوم حماس، يعني هل تبدو حماس أكثر استعدادا اليوم لذهاب إلى صفقة عما كانت عليه بالمشاورات الماضية؟ يعني سأذهب مما صرح به وزير الحرب الإسرائيلي جالانت. قال نحن قضينا على 60% من قوة حماس، وأنا ما نقوم به في غزة الآن هو للضغط على حماس لتقديم تنازلات أكثر في الدوحة. إن كان هكذا يعتقد أنه قتل الأبرياء في غزة هو الذي سيدفع باتجاه أن تقبل حماس بالتنازل في الشروط فهو واهم، هو مخطئ بشكل أو بآخر. حماس تحسب مصالحها بشكل كامل، تحسب قوتها على الأرض. نعم. وحتى عندما تحدث يعني أنا أعتقد السيد شلومو يعلم أن نتنياهو شخصيا
شخصيا هو لا يريد هذه الحرب أن تنتهي، وهو يتحدث عن أهداف. أي أهداف بعد 10 شهور من هذه الحرب؟ نتحدث عن ونقترب من 39,000 شهيد جلهم من النساء والأطفال. أي أهداف يريدها نتنياهو؟ القضاء على حركة حماس، هو حتى الآن لم يصل إلى أعماق الأنفاق، لم يتمكن بعد 10 شهور لا للوصول إلى أسرى ولا للوصول إلى قيادات المقاومة. حول غزة إلى كومة من الأنقاض، عندما يتحرك تصبح غزة كومة من الأنقاض، يعني هذا يعني أن حرب شعبية طويلة. هو يقول نحن سننتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب. أي مرحلة ثالثة من الحرب؟ أنا أعتقد الآن فرصة لمن لديه صوت للعقل أن نذهب إلى صفقة. هناك حماس تقدم مرونة بشكل كبير جدا في ذلك، ونحن نعلم أن حماس تقدم مرونة بشكل كامل، ولا يوجد خلاف بين الجناح السياسي والجناح العسكري طالما هناك مرونة في تقديم ذلك. وهذا ليس نتيجة الضغط العسكري، ونتيجة أنه أدرك أن هناك حاجة للوصول إلى اتفاق. علينا أن نستغل ذلك. هذا لا يعني أن تعود حماس لتحكم غزة بقوة، هذا الأمر منوط بالفلسطينيين ليختاروا من يمثلهم، لكن مطلوب أن تقف عملية القتل لشعبنا الفلسطيني، وأيضا أن يكون هناك عودة للأمل للحياة. الحرب إلى أجل مفتوح هذا صناعة كراهية لا أحد يستطيع أن ينهيها، ومهما قتل الاحتلال لن يستطيع أن يكسر الشعب الفلسطيني. عليه أن يدرك ذلك أختي الكريمة. شكرا لك ضيفنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، وشكرا لضيفنا من القدس المحلل السياسي شلومو غانور.